في اللحظه دي وانت بتقري رسالتي هتلاقي روحي حواليكي شايفاكي ومبسوطه. تجربتك مخيفه قوي لانك هتواجهي نفسك وهتواجهي ايوه هتواجهي الشيطان، بس ما تخافيش هتقاوميه بكل قوه هتقاوميه. وانا شفت ومريت بكل حاجه عشتيها من كوابيس واحلام وصراعات، عشت في دوامه من التساؤلات ايام كتير قوي. كنت بخاف انام لدرجه اني كنت بخاف مني من كتر ضعفي. في لحظه كنت هصدقه بس ربنا نور بصيرتي وبدات اشوفه في احلامي. ايوه هو اللي شفتيه وقلتلك عليه في احلامك، جدي الحسن كان والي من اولياء الله ووصاني بالايمان واليقين وان ضعف النفس هي الذريعه اللي بيدخل منها الشيطان. قومي اوعي تستسلمي، كل انسان ليه حكايه وحكايتك لسه هتبدا. بحبك. نور انا مبسوطه قوي مرتاحه وعاوزاكي تيجي تعيشي معايا. تعالي هاتو سينيان فرود، انتي بتملكي قوه الروح. معايا هتكوني اقوى واعلى. انا موجود في كل زمان ومكان، قوتي ملهاش حدود. مفيش اقوى من ربنا، والانسان في نفخه من روح، وانت ما تقدرش تاذيني. موجود جواكي في كل نفس، استجيبي. يا من بيده ملكوت كل شيء، ادعمني يا قوي يا جبار. يا الله يا خالق يا حي يا قيوم، بحق كن فيكون. ساعدني ساعدني يا رب، انا مؤمنه بيك وبوجودك. أنا فقط اعلني خدمتي وانضم لملكوتي، تكوني أقوى مما تتخيلها. خايفة من مخلوق زيك مش واثقة في الخالق؟ صدقي اللي بتقوليه وقوليه بيقين ومن قلبك. جدي زمان قال لي إن هيجي من نسلك اللي يقف. ده أنت يا نور، ما تخافيش واجهي. أنت ولا ثانية كنت لوحدك، ودلوقتي أنت مش لوحدك. استعيني بالله، ما فيش أقوى من اسمه الأعظم. أنا مؤمنة بالله، مؤمنة بالحي الذي لا يموت. يا الله يا الله يا الله، الملك القدوس، باسمه الأعظم أمرك بأن تبعد عنك وإلا حركتك بقوتي. لا إله إلا الله. يا الله يا الله بحقي، لا إله إلا الله. يا الله يا الله يا الله. يوسف قوم يوسف، قوم 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 يوسف. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجة تفوتك.